بسم الله الرحمن الرحيم، نستأنف معكم إن شاء الله محاضرة جديدة في مساق الأعمال الدولية International Business باللغة الإنجليزية. كما طلبتم إن شاء الله سنحاول أن نشرح باللغة العربية واللغة الإنجليزية معا. إذن عنوان الفصل اليوم هو التدخل الحكومي، تمام، Government Intervention. وفي موضوع ثاني تابع له اللي هو أو يعني في نفس المساق نفس الفصل عفوا، اللي هو التكامل الاقتصادي الإقليمي Regional Economic Integration، تمام. حنشرح هذه المحاضرة في أو حنشرح هذا الفصل في محاضرتين. المحاضرة الأولى حتحكي عن التدخل الحكومي، المحاضرة الثانية حتحكي عن التكامل الاقتصادي الإقليمي. طبعا الموضوع مرتبط ببعض لأنه التكامل الاقتصادي الإقليمي يعني هو جاء كحل لمواجهة أو كحل جزئي لمواجهة مشاكل مرتبطة بالتدخل الحكومي والصعوبات التجارية والاستثمارية بين الدول. تمام، so let's talk about learning objectives of this chapter. By the end of this course, you should be able to understand the nature of government intervention. افترض تكون عارف طبيعة التدخل الحكومي. To know the instruments of government intervention. إيش الأدوات والوسائل اللي بتستخدمها الحكومات للتدخل أو ما هي أشكال التدخل الحكومي طبعا في التجارة الدولية والأعمال الدولية. To explain the evolution and consequences of government trade intervention. المفروض كنا قدرة على أنك توضح وتشرح تطور التدخل الحكومي في التجارة الدولية وتبعاته. To describe how firms can respond to government trade intervention. ما هي الاستراتيجيات أو الطرق التي تتبعها الشركات للاستجابة للتدخل الحكومي في التجارة الدولية. إيش استراتيجية الشركات كيف تتعامل مع التدخل. Understand regional integration and economic blocks. مطلوب منك انك تفهم ايش مقصود التكامل الاقتصادي الاقليمي وايش يعني التكتلات الاقتصادية. Identify the leading economic blocks. تشخص او تتعرف على اهم التكتلات الاقتصادية الموجودة. To understand the advantages and implications of regional integration. تفهم المزايا والمضامين التبعات المتعلقة بالتكامل الاقتصادي طبعا الاقليمي. So let's begin by why. Why government try to intervene in international trade and investment. ليش الحكومات تتدخل في التجارة الدولية وفي الاستثمار. Okay. قلنا في أسباب كثيرة. Many reasons. Okay. This can be political, social or economic. Okay. Economic. في عنا أهداف اقتصادية، سياسية، اجتماعية. حنشوف بعد قليل يعني ما هي هذه الأهداف. لكن بشكل عام الحكومات تتدخل مش مزاج وإنما من أجل تحقيق أهداف متعددة سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية. So governments impose trade and investment barriers that benefit interest groups. الحكومات بتفرض قوانين أو عوائق على التجارة الدولية والاستثمار الدولي من أجل حماية مصالح بعض المجموعات such as domestic firms مثلا الشركات المحلية industries صناعات or labor unions النقابات العمالية أحيانا. هذا الكلام ذكرناه قبل هيك بسرعة. إذا في عنا أكثر من جهة ممكن تستفيد من التدخل الحكومي أو ممكن تكون هي السبب في التدخل الحكومي. لكن إحنا ليش بعنينا government intervention alters the competitive landscape by hindering or helping the ability of firms to compete internationally. التدخل الحكومي بأثر على المشهد التنافسي، بأثر عليه بمعنى انه بعطله، تمام، بيخلوش يصير في المجال في المسار الطبيعي، يؤثر على المسار الطبيعي للمشهد التنافسي ويعيق او يساعد. طبعا حنشوف انه الهدف ان نساعد شركاتنا لكن احيانا بنعيقها او يساعدها، تمام، وممكن نعيق شركات محلية ونشجع اجنبية، ممكن العكس حنشوف قدام شوية. hindering or helping the ability of firms to compete internationally بساعد أو بيعيق قدرة الشركات على التنافس دوليا، تمام. طبعا احنا بعنين هذا الكلام كله بندرسه كأنه أو على أنه أحد مخاطر القطرية. Government intervention is an important dimension of country risk. هو أحد الأبعاد الرئيسية أو المهمة في المخاطر القطرية زي ما حكينا في المرة الفاتحة، تمام. حكينا عن الأمور السياسية والثقافية والقانونية، الآن بنحكي عن التدخل الحكومي كأحد المخاطر القطرية المهمة اللي ممكن تأثر على سير عملية التجارة الدولية والاستثمار الدولي.
So let's remind you the four main country risks, أو the four main international risks. Okay, قلنا cross cultural risk, قلنا currency risk, commercial risk. احنا الآن بنحكي عن country risk. تمام، country risk قلنا في أكثر من شغلة: government intervention and protectionism, tariffs and non-tariffs, trade barriers. طبعا الأولى اللي هي بنحكي فيها قاعدين الآن، أول نقطة اللي هي تدخل حكومي والحمائية، protectionism، حماية أو سياسة الحماية أو الحمائية تسموها، tariffs and non-tariffs، trade barriers، الحوائق الجمركية وغير الجمركية، هنشوف قدام شوية، investment barriers، العوائق على الاستثمار، subsidies and other government support programs، subsidies اللي هي الدعم الحكومي، هنشوف ايش مقصود فيها وليش، and other support programs، وبرامج الدعم الأخرى تكون في الحكومة، government policies and laws that favor domestic firms، القوانين والسياسات الحكومية اللي ممكن يعني ممكن تكون في صالح الشركات المحلية بتفضلها تميز لصالحها، government intervention and ethical concerns، طبعا الأمور الأخلاقية وارتباطها بالتدخل الحكومي. كل هذه الأمور تعتبر ضمن اللي هو country risk. هذا الكلام تذكير، يعني حنفصل معظم هذا الكلام، لكن هذا الكلام تذكير لأنه أخذناه قبل هيك. تمام، so let's discuss these terms in details. okay in detail. So protectionism، إيش يعني protectionism؟ protectionism جاي من protection، protection معناتها حماية، protectionism يعني الحمائية، أو protectionism it's a policy. okay It's a policy or a group of policies, okay, imposed or used by nations to protect their companies, their trade unions, their industries, and so on. So, what is protectionism? It's a national, it's about national economic policies that restrict free trade. These policies, these laws, restrict free trade. يعني they alter the principle of free trade. بتعطل مبدأ حرية التجارة، بتقيد حرية التجارة. تمام؟ usually they are intended to raise revenue or protect domestic industries from foreign competition. عادة بتكون هدفها زيادة الإيرادات، طبعا لما نحكي عن ضرائب جمركية، لكن مش بس زيادة الإيرادات، or protect تحمي domestic industries الصناعات المحلية from foreign competition من المنافسة الأجنبية. إذا مبدأ البروتكشنزم، طبعا في ناس بينظروه بشكل إيجابي، في ناس بينظروه بشكل سلبي، احنا حنشوف الإيجابيات والسلبيات، بقى أنتم بتقيموا لواحد كله، لأنه كل حالة يعني زي ما بتقولوا الكونتنجنسي أبروتش، لازم يكون في عندنا كونتنجنسي بوينت أوف فيو، حسب الحالة، لازم ندرس الموضوع من ناحية ظرفية. تمام، مش لازم نقول بشكل عام إن البروتكشنزم سيء ولا نقول البروتكشنزم جيد، مطلوب منا نقيم حالة بحالة وبناء عليها نقول أو نحدد هل هو إيجابي ولا سلبي. تمام، so protectionism is about national economic policies that restrict free trade. customs كنتوا عارفين ايش customs هي الجمارك. تمام، the checkpoint نقاط التفتيش at national ports of entry where officials inspect imported goods and levy tariffs. تمام، the checkpoint يعني نقطة التفتيش أو الحاجز at national ports على الحدود القومية، حدود البلد سواء كانت برية أو بحرية أو مطارات، of entry حدود دخول خروج، where officials حيث المسؤولين inspect imported goods and levy tariffs بفتشوا المنتجات المستوردة وبيدفعوا أو بيجبوا اللي هي الضرائب أو التعرفة الجمركية. الكستمز هي الجمارك، التعرف هي الرسوم الجمركية اللي بندفعها للتجار أو بنجبيها على المستوردات، طبعا ممكن يكون على الصادرات بس احنا أكثر شيء بنحكي عن الواردات، لكن في حالات ممكن فعلا نفرض على الصادرات رسوم. تمام؟ So what are tariffs؟ احنا قلنا protectionism، قلنا customs. protectionism هي آليات أو هي سياسات بتقيد التجارة الدولية، بتقيد حرية التجارة، طبعا كل دولة من ناحيتها في النهاية بتقيد التجارة الدولية. كاستمز هي الجمارك اللي بتمر منها البضاعة، بنفتشها بندفعهم عليها جمارك. لأن إيش أهم الأدوات اللي بتستخدمها الحكومات لتقييد التجارة للحمائية للبروتكشنزم؟ في عندنا أول شيء التعريف، التعريف اللي هي التعرفة كلمة عربية أصلا، أو بسموها أحيانا ديوتي، ديوتي عبء أو واجب أو كذا، لكن في النهاية
مقصود فيها ضريبة أو رسوم جمركية، عفوا مش ضريبة عادية، هي نوع من أنواع الضريبة في النهاية، بس هي رسوم جمركية تفرض على الواردات وأحيانا تفرض على الصادرات، لكن نحكي هنا خلينا عن الواردات. So it's a tax on imports. For example, citrus, textile and so on. الدولة بتستورد حديد، بتستورد حمضيات، بتستورد قماش، بتدفع عليه التجار بتدفع عليها ضريبة أو رسوم جمركية عند الاستيراد. تمام، تعريف اللي هي الرسوم الجمركية. Another instrument can be used أو other instruments مش واحدة اللي هي non-tariff trade barrier. non-tariff trade barrier ممكن تشمل شغلات كثيرة هنشوفها تحت، بس خلينا نعرفها أول شيء. It's a government policy، سياسة حكومية، or regulation or procedure that impedes trade، عبارة عن سياسة حكومية أو أنظمة أو إجراءات بتعطل أو بتعقد أو بتعيق التجارة. تمام، فهي يعني بتكون نفس يعني إلى تقريبا نفس أثر التعريف اللي هي الجمارك رسوم جمركية، لكن هي مش رسوم جمركية. على سبيل المثال عندنا الحصص كوتا، we have quota quotas، okay the quota system، نظام الحصص. So it's about quantitative restriction on imports of a specific product، يعني هي عبارة عن تحديد كمي أو تقييد كمي للمستوردات من سلع معينة. مثلا for example imports of Japanese cars، بنحدد أكم سيارة يابانية مستورد، بنحدد أكم طن قمح مستورد، بنحدد أكم طن دواء مثلا أو كذا، أو طبعا ممكن نحدد كمية بالوزن وممكن نحدد كمية بالمبلغ من طريقة تحصيل فنية، لكن في النهاية حطينا كوتا. يعني احنا مش مهم عندنا نجبي تعرفة، المهم ان احنا حطينا كوتا، ممنوع نجيب اكثر من 50,000 طن مثلا خضار من فرنسا، 10,000 طن من مصر، كوتا. طبعا كل واحدة من هذه السياسات او هذا الانسترومنت الادوات لها اهداف مختلفة، طرق تطبيق مختلفة، الى محاذيرها، تبعاتها، سلبياتها وايجابياتها، الكلام ممكن تتعرف على جزء منه في الفصل، وممكن لحالك تبحثه وتفتش حتلاقي انه في تفاصيل كثيرة. في عندنا another، we have another instrument، another non-tariff barrier، another non-tariff instrument which is investment barriers، القيود على الاستثمار. So it's about rules or laws that hinder foreign direct investment، قواعد وقوانين بتمنع أو تعيق الاستثمار الأجنبي المباشر الـ FDI. For example Mexico's restrictions in its oil industry، على سبيل المثال قيود بتفرضها المكسيك على صناعة البترول عندها، بداش ناس كتير يدخلوا فيها، بداش ناس يستثمروا فيها. طبعا هذه كلها سياسة حماية حكومية تستخدم أدوات مختلفة، تعرف الجمركية، الحصص، القيود على الاستثمار. تمام، شغلات كثيرة حنشوف انه كمان ممكن نستخدمها عشان نقيد التجارة والاستثمار. Okay. So consequences of protectionism، تبعات. Let's talk about the consequences of protectionism، التبعات والعواقب. First thing، reduced supply of goods to buyers، أول حاجة تقليل عرض السلع للمستهلكين أو المشترين. طبيعي لما تقلل المستوردات سواء كان بالضرائب أو بالجمارك عفوا أو بالحصص أو بأي نوع من القيود، أنت بتقلل المستوردات. Price inflation، ارتفاع السعر، تضخم السعر، لأنه this will increase the cost of acquisition of these goods and services for customers. تمام، حيرفع سعر الاقتناء أو تكلفة الاقتناء بالنسبة للمستهلكين، لأنه في جمارك وفي قيود وما شابه ذلك، فبالتالي حيصير عندنا تضخم أسعار بشكل عام. Reduced variety، fewer choices available for buyers، يكون في عندنا تشكيلة والتنويع مقلص، لأنه بدل ما أجيب بحرية تامة سلع من كل العالم وأعرض خيارات واسعة على المستهلك، يصير في التقييد، وبالتالي بتقل المنتجات المتاحة وبتقل نوعية أو تنوع المنتجات المتاحة، وخيارات الأمام المستهلك بصير أقل. Reduced industrial competitiveness، تقليص أو تنافسية صناعية أقل، بما أنه أنت بتقلل الداخل وبتقيد المستوردات، فأنت عمليا بتقلل مستوى المنافسة، لأنه أنت بتحمي صناعتك صحيح، لكن بتقلل المنافسة بتجبرهاش أنها تضبط نفسها وتطور نفسها عشان تقدر تنافس المستورد، لأنه بتظلك مقتنع باللي عندك ومش شايف الشيء برا، فبالتالي بتقل المنافسة لأنك بتحميه عمليا بطريقة اصطناعية افتراضية أو virtual أو artificial، تحميه حماية اصطناعية لأنه
بتخلوش يواجه ويتحصن ويصير قوي زي ما مفترض يكون في السوق الحرة. Various adverse unintended consequences، في عنا تبعات غير متوقعة وغير مقصودة سلبية عديدة، مثل while the home country differs other countries can race ahead، يعني بينما انت قاعد تتراجع او يعني في مكانك تروح مكانك غيرك بتقدم بسرعة. طبعا هذه تبعات انت مش تكونش حاس فيها او مش قصدها، لكن طبعا هي مرتبطة بايش؟ مرتبطة بموضوع الخيارات، مرتبطة بموضوع الكومبتيتيفنس التنافسية، بالحاجة من الاختراع والضغط على الشركات، البرشر انوفيشن، الضغط على الشركات والانوفيتيفنس، كل هذه الشغلات مرتبطة بالحرية التجارية والحرية الاستثمار. طبعا let's talk about the rationale. Okay, for government intervention. Rationale الفكرة، the general rationale، الفكرة الأساسية الفلسفية، يعني ليش احنا why. تمام، حكينا قبل شوي why بشكل عام، لكن هنا خلينا نركز أكثر بتفاصيل أكثر. tariffs can generate substantial government revenue. أول حاجة التعرفة الجمركية تعتبر مصدر مهم جدا للإيرادات بالنسبة للحكومة. Okay. In some cases it's a key rationale for protectionism. Okay. It's a key rationale for protectionism in some cases, especially in undeveloped economies. الاقتصاديات غير المتطورة، الدول الغير متطورة، يعني الفكرة الرئيسية من الحماية هي جمع الرسوم الجمركية. تمام، الفلسفة الرئيسية لتطبيق إجراءات الحماية هي جمع الرسوم الجمركية، هذا بالنسبة للدول غير المتطورة بشكل عام. النقطة الثانية it helps ensure the safety, security and welfare of citizens. تمام، الحماية هدفها أحيانا وخاصة في الدول المتقدمة تحمي أو تأمن الحماية والأمان والرفاه بالنسبة لمواطنيها. For example, most countries have basic regulations to protect the national food supply. بقدرش أدخل أي منتجات غذائية على البلد بدون رقابة، بدون تقييد، بدون شروط صعبة وقاسية. نفس الشيء بالنسبة للأجهزة الطبية، للأجهزة المنزلية، للسيارات. فأحيانا بكون هدف من الحمائية. Sometimes protectionism has other objectives than collecting taxes and increasing revenues. Okay? It's about guaranteeing, ensuring the safety, security and welfare of our citizens. Also, it helps the government pursue broad economic, political and social objectives for the nation. الحماية أحياناً تساعد الحكومة إنها تتبع سياسات اقتصادية واجتماعية وسياسية واسعة، أو أهداف تحقق أهداف سياسية واقتصادية واسعة للبلد. أهداف العلاقة بالمطالع، أهداف العلاقة بالشراكة مع الدول، أهداف العلاقة بالتنافسية، كل هذه الأمور يعني ممكن نضبطها من خلال التحكم في التجارة الخارجية في الاستثمار الأجنبي. So protectionism can help nations. Protection can sometimes help nations to set and to attain specific political and social political, economic and social objectives. Okay. Also, this can serve the interests of the nation's firms and industries. Protectionism can serve the interests of nations in the nation's firms and industries. ممكن تخدم مصالح شركات الدولة أو شركات البلد وصناعاتها. لما إحنا نفرض حصص على استيراد القمح، نجبر المزارع المحلي أو نساعده إنه يربح في زراعته. لما نمنع استيراد الغسالات من ألمانيا، بنشجع صناعة الغسالات المحلية. لما احنا نرفع الضريبه او نرفع الرسوم، نرفعها نعليها على الادويه الالمانيه، بتشجع صناعه الالمانيه المحليه وهكذا. واحيانا العكس، احنا بنمنع تصدير شغلات عشان احنا نحمي المستهلك المحلي. تمام، طيب في نفس الاطار، اوكي، في نفس السياق، the same context, we're going to talk about defensive rationale for government intervention. إن في عنا فلسفة أحيانا بتكون، يعني الحماية بتكون فيها نوع من فيها فلسفة دفاعية. تمام، فلسفة دفاعية، يعني إحنا نستخدم الحماية أو سياسة الحماية للدفاع عن أنفسنا مقابل سوق أو سوق عالمية قوية وأحيانا متوحشة. So for example it's useful for the protection of the national economy. تمام، تحمي أو مفيدة لحماية الاقتصاد القومي أو الاقتصاد الوطني. كيف؟
Weak or young economies sometimes need protection from foreign competitors. الاقتصاديات الشابة أو الضعيفة أحيانا تحتاج حماية من المنافسين الأجانب. Let's take the example of India, which imposed barriers to shield its huge agricultural sector, which employs millions. ملايين من الهنود بيشتغلوا في القطاع الزراعي. إذا الهند ما حمتش هذا القطاع تمام الضخم من هذا الاقتصاد، إذا تركت المجال للاستيراد من كل الدول بدون حماية ممكن هذا القطاع. طبعا الكلام ممكن نطبقه على أكثر من شغلة وأكثر من بلد. Another point is protecting an infant industry. عندك صناعة لسه صغيرة شابة يعني على لسه برعم تمام، لسه مش قوية إنها تنافس وتواجه الرياح المنافسة العاصفة على المستوى الدولي. For example, you have a young industry that may need protection to give it a chance to grow and succeed. عندك صناعة مثلا في غزة صناعة أجهزة منزلية، صناعة بلاستيك، ما ينفعش أنا أخليها تواجه الصناعة الألمانية والفرنسية والهندية والإيطالية والصينية وهي لسه في مرحلة البرعم، لسه صغيرة ضعيفة بتتحملش تمام. That's why sometimes protection is very useful to protect infant industries or young industries that are in general weak. تمام. For example, أنا كتب لك الكاتب بياخد بمثال اليابان. Japan long protected its car industry. شوف اليابان قديش سيارات متطورة الآن، لكن قعدت فترة طويلة تدافع عن صناعة السيارات الخاصة بها لأنه ما كانتش قادرة تواجه الأمريكي والأوروبي في البداية. تمام. الآن أصبحت اليابان عندها صناعة قوية جدا، خرجت من مرحلة الشباب والبرعم ومش عارف إيش وصارت قوية وتواجه بكل سهولة. National security، والله أحيانا نحكي عن دفاع عن الأمن الوطني، الأمن القومي. So the United States for example prohibits exports of plutonium and similar products to North Korea. أمريكا بتمنع تصدير البلوتونيوم اللي هو مادة مشعة والمواد الشبيهة فيه لكوريا الشمالية عشان تحمي الأمن القومي. إذا هنا بنحكي عن قيود على الصادرات مش على الواردات. تمام. National culture and identity، نحكي عن الثقافة الوطنية والهوية الوطنية. احنا ممكن نقيد الاستيراد والسلع أو التجارة الدولية والاستثمار من أجل الحفاظ على هويتنا الوطنية وثقافتنا الوطنية. For example, Canada restricts foreign investment in its movies and TV industries. كندا اللي بتحكي عن حالة منفتحة بتقيد الاستثمارات الأجنبية في صناعة السينما والتلفزيون الكندية لأنها بدها تحافظ على هويتها وثقافتها. تمام. فالبروتكشنزم السياسات الحمائية ليست فقط لجني الرسوم الجمركية لكن لها أهداف كثيرة وخصوصا فيما يتعلق بالديفنسيف أو الديفنس اللي هي الحماية الدفاع عن النفس. فالراشونال ذيس راشونال is based on defending or protecting the nation from many external risks. تمام. هذا الراشونال تركز على نقطة. طيب في عنا another type of rationale، يعني في راشونال ديفنسيف وفي عنا راشونال اوفنسيف هجومية. في عنا فلسفة هجومية، احنا قلنا في فلسفة دفاعية وانا في فلسفة هجومية، كله طبعا مهم جدا في البروتكشنزم او في سياسة الحماية. When we talk about offensive rationale for government intervention, we talk for example about national strategic priorities. ايش يعني الاولويات القومية الاستراتيجية؟ For example, protection helps to ensure the development of industries that bolster the nation's economy. الحمائية بتسمح للدول انها تطور صناعاتها خصوصا الصناعات اللي بتدعم الاقتصاد الوطني. ماشي، في صناعات معروفة انها بتؤدي لتحقق تقدم سريع فيها قيمة مضافة عالية للبلاد. For example, countries create better jobs and higher tax revenues when they support high value adding industries such as IT, automotive, pharmaceuticals and financial services. في صناعات معروفة انها فيها قيمة عالية جدا، اوكي، هاي فاليو ادينج اندستريز، زي مثلا صناعة تكنولوجيا المعلومات، السيارات، صناعة الدوائية، الخدمات المالية، هذا بتجيب فلوس كثير وتوظف وظائف يعني مربحة. فالدول تدعم هذه الصناعات من خلال الحماية، فتعتبر حالها في هذه الحالة هي تدخل في مجال مش دفاعي وبس، في مجال هجومي، هي بدها تدعم صناعات قوية عشان تجيب لها دخل عالي وتجيب لها وظائف محترمة وتجيب لها إيرادات ضريبية عالية. تمام. برضو ضمن هذه السياسة الهجومية
increasing employment، زيادة التشغيل يعني عكس البطالة، زيادة التشغيل تمام. protection helps preserve domestic jobs، الحماية بتسمح بالحفاظ على الوظائف المحلية. at least in the short term، in the short term، على الأقل في المدى القصير تمام، لأنه في المدى البعيد قلنا هذا الموضوع يعني في مشكلة to discuss تمام، لأنه مش ضروري إنه أنت لما تحمي الصناعة على المدى الطويل أنها تصير تنافسية وقوية والدافع، لا ممكن تقتلها أنت لما تحميها، فهذه الشغلة بدها توازن، نشوف قدام شوي. however protected industries become less competitive over time، الصناعات المحمية تصبح أقل تنافسية على المدى الطويل مع الوقت، especially in global markets leading to job loss in the long run، تمام، خصوصا في الأسواق العالمية، إذا أنت بدك تحمي الصناعة تبعتك ما أنت بتسمحش لها تحتك في العالم وتتطور وتصبح innovative أو تصبح ابتكارية وتقدر تنافس، فبتضلك أنت محصور في الداخل وبالتالي حتفقد وظائف، لأن إحنا قلنا increasing employment okay but at least in the short term because in the long term this is not guaranteed this is not sure okay because sometimes it can be the opposite it can be just the opposite يكون كل عكس تماما. okay this figure shows a strong decline okay in the tariffs in the tariff rates okay either in developing economies or in advanced economies okay. طبعا واضح انه كان في الديفلوبينج ايكونوميز كان عالي جدا، واضح انه في الدول المتقدمه كانت سابق الدول الناميه يعني بنسبه كبيره، لكن في النهايه there is a type of convergence okay we witness a kind a certain convergence between developing countries and advanced countries concerning the tariff rates. نلاحظ انه في تقارب طبعا مع الاتفاقيات الدوليه ومع الجلوباليزيشن، مع انفتاح الاسواق، مع التعاون التجاري والمفاوضات، اصبح في تقارب في مستوى التعرفة الجمركية بين الدول، يعني نحكي عن معدلات تتراوح من مثلا خلينا نقول 2-4-5% بدل ما كانت 30-32-35-28 في الدول النامية تمام. we witness also we can notice an adverse relationship a negative relationship between tariff rates okay the average applied tariffs percent okay and the growth of GDP the GDP growth okay طبعا نحكي عن global rates. لاحظ انه in red we have the decline in the tariff rates okay the blue lines the blue columns represent the growth of GDP okay purple columns represent the growth of international trade so we have a negative relationship between tariffs and GDP growth في واضح انه في علاقة عكسية بين معدل الرسوم الجمركية وبين نمو الدخل او الاجمالي الناتج المحلي الامور واضحة جدا طبعا نمو الدخل المحلي الاجمالي الناتج المحلي ونمو التجارة الخارجية بيرتبط عكسيا مع معدل التعرفة الجمركية كلما انخفضت التعرفة الجمركية كلما زاد معدل نمو الاقتصاد او اجمالي الناتج المحلي ومعدل التجارة الخارجية الى حد كبير تمام. let's talk about subsidies it's a type of instrument used by nations to protect their industries for example it's a kind of intervention or government intervention it's a kind of protectionism تمام هي نوع من انواع الحماية او نوع من انواع تدخل حكومي في التجارة الدولية subsidies يعني الإعانات subsidies are government grant هي منح حكومية monetary or other resources ممكن تكون نقدية مالية او موارد اخرى تمام اراضي مباني تسهيلات امتيازات to firms للشركات intended to ensure their survival or success by facilitating production at reduced prices or encouraging exports هي عبارة عن منح حكومية نقدية او غير نقدية تمنح للشركات الهدف منها ضمان نجاح او بقاء الشركات هذه على قيد الحياة من خلال تسهيل الانتاج
بأسعار مقلصة أو تشجيعها على على التصدير. إذن الجرانتس اللي هي المنح اللي بنسميها كلها سبسيديز، اللي هي الدعم الحكومي أو الإعانات الحكومية، هي عبارة عن مساعدات حكومية للشركات بتساعدها إنها تنجح وتستمر من خلال تسهيل ظروف الإنتاج، تقليل التكلفة أو تشجيع على التصدير. These grants include cash, tax breaks, infrastructure construction or government contracts at inflated prices. هذا المنح ممكن تتضمن كاش نقد، تتضمن tax breaks إعفاء ضريبي أو تعليق الضرائب، infrastructure construction بناء البنى التحتية للشركات، السكة الحديد، المصافي، المجاري، محطات تحلية المياه، or government contracts أو عقود حكومية at inflated prices بأسعار يعني مضخمة شوي ومرفوعة. يعني ممكن أعمل تعاقد مع بعض الشركات المحلية بأسعار أعلى من الطبيعية عشان أنا أدعمها وأساعدها إنها تنجح وتستمر. تمام، كل هذا يسموها subsidies. طبعا subsidies it's an instrument of protectionism. It's a type of direct or indirect government intervention in international trade and investment. التدخل واضح سواء كان مباشر أو غير مباشر، تدخل واضح من الحكومة في سير العملية التجارية أو الأعمال ولا تتركه يعني يسير بشكل حر. تمام. Examples in China, Shanghai Automotive, okay, and numerous other multinational enterprises are partly owned by the Chinese government and receive huge financial resources. في شركة اسمها Shanghai Automotive رأس مالها 12 مليار أو مبيعاتها بتبلغ 12 مليار دولار في السنة. تمام. وعدة شركات أخرى مملوكة جزئيا من قبل حكومة الصينية وتتلقى منها كل سنة مساعدات مالية، موارد مالية ضخمة طبعا، huge financial resources. Europe and the US provide huge agricultural subsidies to farmers. أوروبا وأمريكا بتدفع أو بتقدم معونات زراعية ضخمة للمزارعين. طبعا حكينا يمكن عنها قبل هيك كيف، وخاصة في أوروبا في سياسات زراعية مشتركة كلهم بدعموا، لكن في خلاف مين يدعم قديش وقديش نسب. European Union subsidies represent 40% of the EU budget. ميزانية الاتحاد الأوروبي، موازنة الاتحاد الأوروبي 40% منها بروح لإيش؟ للدعم. تمام؟ للدعم، إعانات شركات، مزارعين، عمال وما شابه ذلك. إذا كلها تدخل، مع أن هذه الدول مفترض تكون يعني free market nations أو free market debts أو debtors، يعني هذول الناس مفترض يكونوا من ملتزمين بالتجارة الحرة، لكن في النهاية في حالات تجبرهم أو تضطرهم يتدخلوا في التجارة الدولية أو في الأعمال الدولية. Okay. So let's talk about the concept of economic freedom اللي هو الحرية الاقتصادية، حكينا عنه في البداية ونحاول نربطه في هذا الموضوع. Economic freedom is the absence of government coercion so that people can work, produce, consume and invest however they want to. الحرية الاقتصادية مقصود فيها، أخذناها قبل كده في الموضوع السياسي في الاقتصادي، هي غياب الإكراه الحكومي بحيث أنه الناس بإمكانهم أنهم يعملوا، ينتجوا، يستهلكوا، يستثمروا كيفما شاءوا، however they want to. Okay. طبعا في عنا مؤشرات، في عنا مؤشر مشهور في العالم اسمه The Index of Economic Freedom، مؤشر الحرية الاقتصادية، حكينا عنه في الفصل الثالث في الفصل الخامس. It assesses the rule of law, trade barriers, regulations and other criteria. بيقيم، بيقيس كل سنة دولة القانون، rule of law، المدى التزامهم بالقانون، حكينا شان rule of law، trade barriers، القيود أو العوائق التجارية، regulations، الأنظمة، and other criteria، ومعايير أخرى، كلها بقيدها وبصنف الدول، بعطيها درجة بتهيألي من 100، لكن في النهاية بصنفها على يعني على مستوى العالم، بعطيها رانكينج تصنيف من 1 ل 180 أو 185 حسب عدد الدول في التصنيف. بصنف مثلا سويسرا رقم 1 أو رقم 5، سنغافورة رقم 2، أمريكا رقم 9، فرنسا رقم 12، وهكذا. أوكي؟ طبعا النتائج بتتغير من سنة لسنة، results change from year to year. Okay. But in general we can say that virtually all advanced economies are free. كل الاقتصاديات المتقدمة زي فرنسا، زي أمريكا، زي اليابان، زي ألمانيا، in general they are considered, they are called free economies أو اقتصاديات حرة. تمام، free لأن احنا كنا أصلا capital economy اللي هو capitalism أو market economy بشكل عام هو free،
طبعا كلها كلام نسبي، لكن فيرتشوال احنا نقول فيرتشوالي او نسبيا وافتراضيا، مفترض يكونهم فري. بالنسبة بالعكس most developing economies are mostly unfree or repressed، تماما عكس الدول المتقدمة. الاقتصاديات النامية اللي لسه قاعدة الضعيف يعني غير متقدمة عادة بتكون unfree تمام or repressed، فيها قمع في تدخل حكومي. وفي الموضوع وبين الاثنين في عنا الاميرجينج ماركتس اللي هي دول بسموها الناشئة، اقتصاديات الناشئة زي مثلا تركيا، البرازيل، الهند، الصين، تعتبر يعني they are either free or mostly free، يعني إما حرة أو غالبا حرة تمام أو أكثر حرية يعني أو يعني غالبيتها حرة. عندنا advanced economies are free in general، emerging markets are either free or mostly free، يعني إما حرة أو غالبا حرة. most developing economies، developing economies هي الدول النامية الفقيرة المش متطورة، mostly unfree تمام يعني مش حرة غالبا، أو repressed فيها قمع أو فيها تدخل حكومي قوي، فيها coercion، coercion اللي هو إكراه تدخل بالقوة زي الاقتصاد المخطط الـ planned economy، socialist economy خدنا المرة اللي فاتت. So economic freedom flourishes with appropriate type of intervention، يعني في عندنا تدخل مناسب بصير في عندنا حرية اقتصادية تمام. Too much regulation harms the economy، يعني التنظيم أكثر من لازم بضر الاقتصاد ما بينفع. تنظيم مهم regulation لكن مش لازم يكون على اطلاق تمام. طبعا هذه التصنيفات ممكن تنظروا ليها انتم في تصنيف طلعوا تحت هنا في رانكينج تحت هنا بنم رانكينج اند دوينج بزنس 2015 تصنيفات، في مؤسسات خاصه بتعمل التصنيف وفي مؤشرات مشهوره بتطلعوا عليها بتشوف كيف تصنيف الدول. هاي الالوان حسب اللون بتعرفوا من خلال انه في دولة مثل واضح انه امريكا واوروبا عندها حرية عالية، في دول عندها حرية اقل تمام، في وسط وهكذا. هذا الكلام بتغير من سنة لسنة. طيب الان سؤال how firms can respond to government intervention، احنا كرجال اعمال او كمتخصصين عرفنا انه في country risk وعرفنا انه في protectionism، كيف بنتعامل مع هذا protectionism بحيث انه احنا تنجح تجارتنا او تنجح اعمالنا على المستوى الدولي. هاي السؤال اللي احنا بنسأله كل مرة، انه بالنسبة لنا احنا كرجال اعمال احنا بمناش هنقدر نغير العالم بس بنتعامل مع الموجود. So the first thing is to research to gather knowledge and intelligence، يكون عندنا استخبارات او معلومات ومعرفة عن هذه الامور قبل ما نخش، قبل ما نستثمر بدنا نعرف ايش الوضع في الدول اللي بدنا نخش فيها تمام. intelligence، economic intelligence، الذكاء او الاستخبارات الاقتصادية، هذا شيء مهم جدا يكون knowledge، معرفة، نعرف طبيعة كل تدخل في كل دولة وطبيعة الحال في كل دولة، بنصنف هذا ناشئ وهذا مش ناشئ، هذا في تدخل هذا مش تدخل، بنعرفه كله. So it's important to understand trade and investment barriers abroad، لازم مهم جدا نفهم قيود التجارة والاستثمار في الخارج. To scan the business environment to identify the nature of government intervention، لازم ننسح او نبحث في بيئة الأعمال عشان نتعرف على طبيعة تدخل الحكومة. Okay. The second thing is to choose the most appropriate entry strategy، وهذه نقطة مهمة جدا. Entry strategy هي استراتيجية الدخول السوق الدولية. Internationalization strategy، احنا خدنا في النظريات أول إيش قلنا، ليش نختار هذه الاستراتيجية أو لا، ليش نختار التصدير، ليش نختار الجوينت فينشر، ليش نختار الـ FDI، ليش نختار مثلا الاستيراد، ليش نختار الأوتسورسينج، ليش نختار هذه كلها استراتيجيات الدخول والتحالفات هذه كلها تعتمد على المخاطر اللي في البلد. So to face government intervention you should choose the most suitable or appropriate entry strategy. For example in general most firms choose exporting as their initial strategy. في البداية معظم الشركات تختار التصدير كاستراتيجية يعني في البداية استهلالية تبدأ فيها initial. تبدأ بالتصدير أسهل حاجة، طبعا لها إيجابيات كثيرة بس إلا سلبيات. حنشوف مثلا if high tariffs are present، إذا كان في جمارك عالية أو رسوم جمركية عالية other strategies should be considered، لازم نفكر في حاجة تانية لأن التصدير بينفعش لما يكون في رسوم جمركية عالية جدا على الحديد التركي. تقدرش تركيا تصدر مثلا على الحديد التركي مثلا في أمريكا، أمريكا بتفرض رسوم جمركية عالية على الحديد التركي، الشركات التركية مش من مصلحتها تروح تصدر لأمريكا، مش حتنفع معها لأنه في رسوم عالية جدا. بس ممكن تفكر في استراتيجيات أخرى، they can think about other strategies. For example licensing اللي هي الترخيص، عارفين ايش licensing؟ بتاعت الترخيص لشركة كوكاكولا مثلا، بتاعته شركة
كوكاكولا في غزة سميخ الترخيص من كوكاكولا، ممكن تاخد ترخيص لصناعة قطع غيار في شركات تركية مثلا أو إماراتية أو مصرية تصنع منتجات أدوية، سويسري نوفارتيس مثلا أو جي اس كي بريطانية تحت ترخيص من هذه الشركات، يعني شركة مصرية تصنع دوف مثلا وكلير تحت ترخيص من شركة يونيليفر، تمام، لايسنسينج. يونيليفر ما دخلتش مصر من خلال التصدير وإنما من خلال الترخيص، هي استراتيجية دخول. اور اف دي اي، اف دي اي ممكن اخش مباشره استثمر في البلد بدل ما انا اصدر وادفع على الجمارك، لا بروح بنقل مصنع كامل عندهم او بشتري مصنع او بعمل مصنع عندهم، سموه اف دي اي فورين دايركت انفستمنت، كل هذا خدنا الكلام. اند جوينت فينشرز، ممكن قلنا في بعض الحالات لما يكون في خطوره والحكومه بحابه تدعم شركه محليه ممكن الحكومه تسمح لك تشتغل من غير ضريبه اذا انت بتشترك مع شركه محليه، وهذا كثير بيصير في الصين. جوينت فينشرز، المشاريع المشتركه، تشارك مع شركه محليه صينيه تنتج معها، طبعا الشركة المحلية بعد فترة بتتعلم بتطردك من البلد، يعني هيك اللي بصير، لكن يعني هذه استراتيجية فعالة جدا. اوكي، سو لايسنسينج اف دي اي اند جوينت فينشرز ذات الاو ذا فيرم تو برودوس دايركتلي ان ذا ماركت، تسمح لك تنتج مباشرة في السوق، تو افويد هاي تاريفز، حتى تتجنب التعرفة الجمركية العالية، تمام. Moreover or more another important thing to do to respond to intervention, to government intervention, is to take advantage of foreign trade zones. طبعا foreign trade zones هي هذه المصطلح الأمريكي لل free trade zones، نفس الفكرة تقريبا، مناطق التجارة الحرة أو مناطق التجارة الأجنبية. Okay. FTZs, foreign trade zones are areas where imports receive preferential tariff treatment. هذه مناطق بتأسسها الحكومات عشان تشجع الناس يتعاملوا فيها، طبعا بيكون فيها preferential tariff treatment، فيها معالجات او فيها رسوم جمركية تفضيلية تكون مخفضة جدا او صفر بعض المناطق. Okay, so it's intended, these zones are intended to stimulate local economic development. For example, a successful experiment with FTZs, okay, has been the Maquiladoras, هذه اسم منطقة، Maquiladoras Export Assembly Plants in Northern Mexico، في شمال المكسيك في منطقة اسمها ميكيلادوراس، اسم المشروع هي عبارة عن مصانع للتجميع والتصدير موجودة في شمال المكسيكو، تمام. هذا المنطقة تنشئها الحكومات من أجل تشجيع هذه المنطقة، ويعني اللي بتكون ميتة مثلا اقتصاديا أو بعيدة عن مركز البلد فبيحب الحكومة تشجعها، فأنت كشركة انت المفروض تستفيد من هذه المناطق، اوكي، سواء تصدر منها او تستورد منها او تنتج فيها. So it's important to take advantage of these FTZs because they can give you many advantages in terms of tariffs or barriers or restrictions، تمام، بتسهل لك. You can also seek favorable customs classifications for exported products، هذا مهم جدا، اذا انت بدك تصدر منتجات برا تعرف انه في classification، يعني الرسوم الجمركية tariffs يعني vary according to the type of product according to the classification of product، مثلا military products, health products, pharmaceutical products, drugs, food, entertainment. Okay, every or each category of products has a certain rate of tariffs، إلها معدل ضريبة جمركية أو جمارك مختلف. So it's important for you to seek the favorable customs classifications for your products. Okay, this will reduce the exposure to trade barriers by ensuring that products are classified properly. إذا أنت مثلا تنتج منتجات علاجية ما ينفعش تحطها مثلا في تصنيف مواد كيميائية، مواد كيميائية عليها ضرائب عالية مثلا أو عليها قيود مشددة من أمريكا، ما ينفعش أنت تروح تنتج مواد يعني صح كيميائية لكن هي في الغالب دوائية علاجية، ما بينفع تحطها في التصنيف مواد كيميائية وانت قادر تحطها في غذائية او طبية، لان الغذائية والطبية عليها تسهيل وفيش عليها مثلا رسوم عالية او فيش عليها قيود عالية، فانت الافضل تحطها في رسوم في يعني في تصنيف المواد الطبية والغذائية، لكن اذا حطيتها في الكيميائية حتلاقي تعقيدات ادارية كثير. نفس الشيء بالنسبة للماكينات، مين افضل تبيع حكي قطع غيار تصنفها قطع غيار ولا تصنفها ماكينات ولا تصنفها مثلا سلع رأسمالية، في تصنيفات في التجارة الدولية، في تصنيفات في التصدير والاستيراد، طبعا الدول بتحط قيود حسب تصنيفات معينة وانت معني انك تفهم التصنيفات عشان تحط المنتجات تبعتك في التصنيف المناسب. اوكي، so you should choose okay with a lot of care، you should choose the most favorable customs classification for your exported products.
okay, so that you can reduce or max at maximum the exposure to trade barriers, tariffs, quotas, and such on these products. Okay. طيب ايش في كمان شغلات ممكن احنا نستخدمها عشان نواجه الانترفنشن government intervention؟ Take advantage of investment incentives and other government support programs. نفس اللي قلنا قبل شوية اللي هي free trade zones او foreign trade zones، ممكن تروح تستفيد من المزايا او الحوافز اللي بتقدمها الحكومات للاستثمار investment incentives okay and other support programs made by government. الحكومات احيانا تكون عندها برامج دعم لمجالات معينة في الدولة، مثل دعم للجامعات، دعم لمجال الصحي، دعم لمجال كذا، وبتعمل حوافز على الاستثمار للاستثمار في هذه. فأنت بتستغل، you must take advantage of these incentives. بدك تستغل إيجابيا طبعا، مش تستغل بمعنى السلبي، تستفيد من هذه الحوافز. طبعا هي الحوافز أصلا صنعت عشان خاطرك، they have been made to attract investors like you to come أو to enter their market. يعني الدول أصلا بتحط الحوافز عشان أنت تروح، أنت أو شركة محلية تروح على السوق. Okay. For example, the government of Hong Kong put up much of the cash to build the Hong Kong Disney Park. حطت فلوس كثير عشان تبني Hong Kong Disney Park. طيب بالنسبة لهم أولوية، بعرفش أنا يعني بكتب لك بالنسبة لنا إحنا. Mercedes Benz، شركة Mercedes Benz received several hundred million dollars in subsidies to build a plant in the U.S. state of Alabama. ولاية ألاباما الأمريكية دعمت شركة مرسيدس بنز عشان أعطتها عشرات أو مئات ملايين دولارات عشان تبني لها مصنع في ألاباما. تمام، دعمتها سبسيديز. طبعا قلنا سبسيديز ممكن تكون نقدية، ممكن تكون أراضي، ممكن تكون عقارات، ممكن تكون تسهيلات، براءة اختراع، امتيازات تجارية. المهم في النهاية الحكومة دعمتها عشان تعمل مصنع في ألاباما. طبعا أوكي it can be to encourage employment أو to increase employment. Okay, to fight some economic problems مثلا، لكن في النهاية يعني في حوافز. Okay, there are many incentives proposed by the government, the local government. You should take advantage of them. Okay. وآخر نقطة اللي هي lobbying for freer trade and investment. طبعا هذه شغل كبار مش شغل الشركات الصغيرة، إنه أنت يعني تضغط من أجل حرية تجارة، أكثر حرية واستثمار، اكثر حريه على مستوى العالم. طبعا يعني زي نصيحه عامه لرجال الاعمال والشركات، انه انت دائما تكون انت في صالح اللي هو free trade free investment. So increasingly nations are liberalizing markets in order to create jobs and increase tax revenues. You need to lobby for freer trade and investment. You should lobby for freer trade and investment to help facing government intervention according to the author of course. حسب الكاتب ايش بيحكي. طبعا احنا قلنا الكلام له ايجابيات سلبيات، يعني ممكن نحكي كتاب كامل فيها ما خلصش، لكن بشكل عام اخذنا فكره عن التدخل الحكومي، اشكاله وادواته، ايجابياته وسلبياته واسبابه، وكيف ممكن احنا كشركات نواجه هذا التدخل الحكومي عشان ننجح في تجارتنا. بهيك نكون خلصنا الجزء الاول من المحاضره، وان شاء الله حنكمل في الجزء الثاني ان شاء الله.